أول شيء الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى. نعم فوز صعب جدا أمام خصم محترم نفس فريق كاظمة، كان خلينا نقول كاظمة نسبته أعلى أصلا إنه يفوز علينا اليوم، لكن الحمد لله الإرهاق اللي صار في الأسيوية الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على الفوز. فوز يعني أقول لك مستحق، في آخر 4 ساعة الشوط الثاني كنا أفضل، كنا أقرب للجول، لكن أيضا كاظمة في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني كان أفضل بكل أمانة. بداية المباراة كان في بعض التغييرات كانت مفاجأة بالنسبة للجماهير وبين الكرة على الدكة أكثر من لاعب كان ملاعب. أول شيء إحنا يعني عندنا لاعبين على مستوى، لما يكون طلال ومهدي هذا ما يقلل من أوبي ميكيل، لكن أيضا أرجع أقول لك الآسيوية من 4 أيام، فشيء طبيعي أنك تريح بعض اللاعبين تجيب بعض اللاعبين، لكن الحمد لله الموجودين كلهم خير وبركة. أنا أقول لك 50-50، يبقى القادسية له تاريخه والعربي له تاريخه، الأقرب العربي لسبب حلول عربي الفردية أكثر من حلول القادسية الفردية، خاصة بغياب بدر، بدر يبقى له بصمة كبيرة في نادي القادسية، لكن أرجع وأقول لك هي مباراة بين قريمين، فعلاً في السنة الأخيرة العربي دش مع القادسية والكويت ودخوله مستحق من مجلس إدارته وجماهيره وجهازه الفني والطبي والإداري ولاعبينه على مستوى عالي. أنا أتوقعها يمكن 2-1 العربي تقريباً. ما اي واحد، لان اثنين مكبار، اثنين على مستوى عالي، ان جاك القادسية القادسية وان جاك العربي العربي، لكن نبي الكاس والله عز وجل يجيبه. حياك الله حياك.